السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تمرين في الجذور المربعة لغاسين كاري سمبليفي لغاديكو سويفو. أول حاجة نذكرو بأن ملي كيكون عندنا الجذر ديال أ على بي بحيث أ و بي أعداد موجبة فكيساويو جذر أ على جذر بي، كذلك جذر أ في بي دائما أ و بي أعداد موجبة، إذن كيساوي لنا جذر أ في جذر بي. إذن أول خطوة لتبسيط هذا الجذور هي غتشوف إمكانية ديال الاختزال داخل الجذر، إمكانية ديال الاختزال داخل الجذر. إذن نبداو بأول حالة، ما عنديش إمكانية اختزال، إذن كنطبق القاعدة الأولى. إذن جذر واحد على جذر أربعة، إذا جذر واحد واحد وجذر ربعة كتساوي ربعة هو كاري بارفي، إذا كتساوي لنا العدد اثنان. جذر ثلاثة على ستاش ما عنديش إمكانية الاختزال، إذا جذر ثلاثة على جذر ستاش، إذا جذر ثلاثة وجذر ستاش كيساوي لنا العدد أربعة. جذر ربعة وعشرين على ثلاثة، إذن ما بين 24 و 3 عندهم واحد القاسم مشترك، واحد لو ديفيزور كومان. شنو هو القاسم؟ هو العدد ثلاثة. إذن 24 راه هي 8 3 أو لا هي 8 في 3 نعم وعلى 3، إذن كنختزلو 3 كيبقى لنا جذر 8. جذر 8 يمكن لي نختزلها هي 4 في 2، إذن هي جذر 4 مضروبة في جذر 2، جذر 4 كتساوي العدد 2، إذن 2 جذر 2. جذر 50 على 49، إذن 50 على 49، إذن ما عنديش الإمكانية الاختزال لأن ما عندهمش واحد القاسم مشترك، إذن جذر 50 على جذر 49. جذر 49 هو العدد 7، وجذر 50 ما يمكنليش نحسبها وما يمكنليش نبسطها، اذا كتبقى جذر 50 او يمكن لي نبسطها. علاش؟ لان جذر 50 شنو هي؟ هي جذر 25 مضروبه في 2، وجذر 25 مضروبه في 2 اذا هي جذر 25 مضروبه في 2 على العدد 7. جذر 25 كما كتعرفوا 25 هو مربع كامل، اذا الجذر ديالو كيساوي لنا 5، اذا 5 هنا الجذر 5 جذر 2 على العدد 7. اذا كيمكن لي نكتبها 5 جذر 2 هاد في ما كنكتبهاش على 7. العدد الموالي جذر 2 على 9 ما عندناش امكانيه الاختزال، اذا جذر 2 على جذر 9، اذا جذر 2 راه كتبقى جذر 2 وجذر 9 كتساوي لنا العدد 3. جذر 25 على العدد 16، اذا هي جذر 25 على جذر 16، وجذر 25 كتساوي لنا 5، جذر 16 كتساوي لنا العدد 4. جذر 36 على 4 اذا يمكن لي نختزل 36 هي 9 في 4 على 4، اذا كنختزلو العدد 4 كيبقى لنا جذر 9 اذا تساوي 3. جذر 300 على 147، اذا نحاولوا نفكوا العدد باش نشوفوا واش عندي الامكانيه ديال الاختزال اولا لا. اذا 300 راه هي 3 في 100 و 147 هي 49 في العدد 3. اذا لاحظوا عندنا العدد 3 كنختزلوا به تيبقى لنا جذر 100 على 49، اذا هو جذر 100
على جذر 49. جذر 100 كيساوي لنا 10، جذر 49 كيساوي لنا العدد 7. جذر 180 على 81. إذن عندي الإمكانية ديال الاختزال، جذر 180 إذن هي 18 في 10، ويمكن لي ندير اللي هي 2 أو اللي هي 9 في 20. الهدف هو نختزلو 9 اللي غتكون في المقام، 81 هي 9 في 9، إذا كنختزلو كيبقى لنا الجذر 20 على العدد 9، إذا هي جذر 20 على جذر 9. إذا لاحظوا بأن جذر 20 راه يمكن لي نزيد نسطها، إذا 20 هي 4 في 5، وجذر 9 راه كتساوي لنا العدد 3. إذا جذر 4 في جذر 5، كنطبق القاعدة ديال الضرب على العدد 3. جذر 4 إذا هو 2، جذر 5 على العدد 3. بقات لي آخر عملية، إذا هي جذر 7 على 36، إذا هي جذر 7 على جذر 36، إذا هي جذر 7 جذر 36 كتساوي لنا العدد 6. جذر 7 ميمكنليش نبسطها، إذا كتبقى كما هي.